السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناة أم إسلام أحمد. اليوم جيت نجرب معكم أو نشارك معكم الورقة ديال الباستيلا. كيف معروفة بحال اللي كيعملوها الناس، أنا سبق لي استعملتها، ولكن صراحة ما كنبغيش نعملها على حسب ما عنديش المقلة كبيرة وصغارين كيعذبوني، ولكن دابا اليوم اضطريت غادي نعملها على حسب عملت البريوات وما كفاتنيش الورقة وما عنديش صراحه شكون يجيبها لي. قلت غادي نوجد الورقه لراسي وقلت ما فيها باس نعمل لكم فيديو ان شاء الله معايا تشوفوا الورقه كيفاش كتجي. مهم ضروري انهم يكون عندكم العبر قد الطحين قد الماء. كتشوفون هاد الزليفات عندي ها هما، انا مسحتها من الطحين من هنا باش تبان لكم قد الطحين قد الماء. ها هو والطحين يكون ديال الفرس رطب لي مزيان. ها هو بحال اللي كتشوفوا، نقربوا معكم ها هو مغرب اللي عندي مزيان وصافي. وعندي هنا الماء يعني نفس العبر نفس الزلافه، وعندي هنا معلقه كبيره ديال النشا او مايزينها، معلقه كبيره وشويه ديال الملحه، قبصه ديال الملحه. المهم هادو هما المقادير الاولين ديال الورقه ديالنا. ندوزو ان شاء الله نحضروها مع بعضنا. بسم الله على بركه الله، ندوزو نوجدو الورقه ديالنا مع بعضنا. غادي نخوي الطحين ها هو بحال اللي كتشوفوا كامل نفس الكمية كاملة، وغادي نضيف عليه الماء ومعلقة ديال النشا أولا مايزينا شوية أنا تعجتها. وغادي نجيب قبيصة ديال الملحة غير شوية صافي. غادي نخلطو هاد المكونات ديالنا مزيان، باش ما يبقى لنا شي هاد الدقيق ديالنا مكور. خلطوه مزيان العجينه خصها تجي ما خفيفه ما ثقيله. الا جاتكم ثقيله بزاف ممكن انكم تزيدوها شويه ديال الماء على حساب كاين بعض الفرص كيتشرب، يعني كاين بعض الطحين اولا الدقيق كيتشرب. صافي انا غادي نخليها هيدا، خلطوها مزيان باش ما يبقاش فيها الكر ولا ما يبقاوش فيها الكرات. غادي نجيبو الخلاط ديالنا ها هو الخلاط الكهربائي ديالنا. يفضل نخلطوها في خلاط كهربائي باش كتصدق لنا. صافي غادي نوضعها فيه. بسم الله كتجو تشوفوا كتجي شويه بحال بغرير بحال يعني ما كتجيش خفيفه بزاف. صافي دابا غادي نمشي نطرب الورقه ديالي مزيان ونرجع معكم. ضروري تخلطوها مزيان حتى تتاكدوا ما بقاش فيها لا كور لا حتى شي حاجه ديال الدقيق، عاد توقفوا التطراب ديالكم. انا غادي نخلطها ونرجع معكم ان شاء الله. انا رجعت معكم بعد ما خلطت الورقه ديالي اولا العجين ديالي. ها هو بحال اللي كتشوفوا كيجيب الفقاعات، يعني هذه العلامه بلي هو تخلط مزيان. كتشوفوا مبقى فيه لا كويرات لا حتى شي حاجه، كيهبط بسهوله. صافي دابا غادي نجيب بلاستيك غذائي ديالي اولا سلوفان، غادي نلوي عليه مزيان على العجين ديالي وغادي نخليه يرتاح على الاقل 25 دقيقه نص ساعه، يعني شحال ما بقى كيرتاح مزيانه يعني انا غادي نخليه يرتاح ونرجع ان شاء الله معكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الورقه ديالنا ونوجدوها مع بعضنا. انا رجعت معكم بعد ما دازت نص ساعه وارتاحت لي العجينه ديالي ديال الورقه. ها هي بحال اللي كتشوفوا عندي هنايا الزبده والزيت، الزبده مذوبه ومعها الزيت باش غادي ندهنوها، وعندي واحد الفوطه اللي غادي نعملوها فيها باش نغطيو عليها باش تبقى لنا مزيانه، وعندي طبيعه الحال السلوفان باش غادي نلويوها، وعندي هنا كلينكس او الورق الغذائي باش نمسحوا المقله ديالنا. مورا كل استعمال وحده غادي نمسحوا المقله ديالنا.
هنا عندنا المقله ديالنا، ها هي كيف كتشوفوا كتسخن. هذه المقله خاصه ببغرات تكون ما كتلصقش. شوفوا في عملتها، عندنا حمام مريم ما كنعملوهاش من البوطانيشان، كنعملو حمام مريم بحال هكذا، كنخليوها حتى كتسخن مزيان المقله بحال دابا هي بدات كتسخن، عاد كنبداو نضيفو في الورقه ديالنا. صافي المقله ديالي سخنات مزيان، دابا غادي نجيب العجينه ديالي وغادي نبدا ندوز في المقله، ما نخليو حتى شي جانب خاوي ولا شي طرف خاوي. المهم دوزو مزيان، حاولوا ما تطلع لكم شي الربون ديال المقله معها. المهم عمرو الجوانب كامله بحال اللي كتشوفوا، ما تخليو حتى شي طرف خاوي. انا كنشوف الا بقى شي طرف خاوي كنغطيه بحال هكذا. صافي دابا كنخليوها طيب، باش كنعرفوها طابت كتبدا طيبنا من الجوانب ديالها كتبدا تنشف. دابا باقا ما طابت، دابا صراحه يد كيصور ويد كيخدم ما عرفتش نخدم به مزيان. المهم دابا غير نوريكم هذه ومن بعد غادي نعمل الاخرين بجوج اليدين يعني باش نتحكم فيها. ها هي بدات كتنشف الحاشيه، شوفوا بدات كتنشف بدات كتحيد. صافي دابا غادي نحيد هاد الورقه ديالي دابا وغادي نعملها فوطه وغادي ندهنها بالزيت والزبده ونرجع نعملو الثانيه. ها هي ها هي شوفوا كيفاش كتحيد، هيا ويا 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 وي سخونه. صافي ها هي فوق هادي، دابا غادي ندهنها بلاتي ندوزو نعملو. شوفوا دابا غادي ندوزو باش نعملو الثانيه، ولكن ضروري نمسحو هاد، انا جبت الورق ديال الغذائي باش نمسح المقله ديالي. حاولوا تثبتوا المقله مزيان ما يطلع لكم شي فيها الربو، وجيبوا عاود نبداو جديد. بسم الله انا معذبه كنصور بواحد اليد وكنعدل بواحد اليد، معذبه صراحه المقله كتنزل لي. المهم نعمل هذه معكم هكذا غير باش تشوفوا، راه واخا يظهر لكم شي بلاصه ما فيها شي عاود اعملوا فيها، من بعد راه كيطيب كلشي مع بعض. صافي ها هي نعاود المقله ديالي. كتبان لي وحفتي وتهنا، ها هي انا زدت فيها. هادو على حساب يدي معذب وصافي، حيت كنصور بواحد اليد وكنعدل بواحد اليد. صافا هي بدات كتحيد لي، شوفوا هي بدات كتحيد لي، العلامه ديالها بدات كطيب، يعني هي مي كتحيد من الجوانب راه كطيب. بسم الله ها هي بدات ماشي كامله وانما هي بدات. كنبغي نعدل معكم مقله كطيح لي وما خصوش يطلع فيها الربو، ولا طلع فيها الربو غادي تعجن. شوفوا ها هي كتحيد بسهوله، خاص غير المقله تكون ما كتلصقش وتكون مزيانه كتحيد بسهوله ملي كطيب. ها هي ها هي كتشوفوا. المهم غادي نستمر على هذه الطريقه هذه حتى نكمل هذه الكميه اللي عندي ونرجع معكم. كيف كتشوفوا الورقه ديالي ها هي، هذه عملتها، هذه هي الثالثه، الورقه الثالثه. شوفوا ها هي غزاله صراحه. المهم انا دهنتها وخليتها حتى بردت مزيان، دابا غادي نغطيو عليها بسلوفان على ما توجدنا اخرى، اولا بشي بلاستيك الا جاتكم بلاستيكه سهله، ضروري تغطيو عليها باش ما تنشفناش. وفوقاش ما كنكملو كنضيفو كل وحده على اختها، كل وحده على اختها حتى كنكملو الكميه اللي عندنا، وضروري اخليوها تبرد شويه وغطيوها بسلوفان اولا بلاستيكه عاديه، مهم غير باش ما تبسناش. مهم جيت غير نوريكم الشكل النهائي ديال الورقه ديالي، ها هو غادي نحيدها معكم. كتجي صراحه بحال المرايه، شوفوا
ها هي صراحه كتجي فحال المرايه، كتجي غزاله. غادي نزيد نهز الاولانيه اخرى غير باش تشوفوا معايا كيفاش كتجي. هما دابا راه لاصقين ببعضهم. نجيب واخا نجيب الاولانيه اللي من التحت اللي عملت معكم اول وحده. راه هي دابا عندي فازكه بالزيت والزبده وعاد غطيت عليهم. المهم ها هي كيف كتشوفوا كتجي فحال المرايه. انا صراحه ما عمبقاش حتى نكمل هذه كامل باش نوريكم، على حسب انا عندي هنا البريوات. انا كنت كنعدل البريوات ما كفتنيش الورقه، وباش دوس كنعدلها وقلت نعمل فيديو ديال الورقه بوحديتو باش ما نطولش عليكم فيديو ديال البريوات. المهم ها هو، ها هي الورقه ديالي. الصراحه فحال المرايه، فحال المرايه، غزاله غزاله. شوف واخا تبان لكم هذه هنا شويه غليظه وشويه رقيقه، هذيك غير من الشتا وصافي. صافي نتوما خدموها غير بالطريقه اللي قلتكم. هادو هنايا جوج تنحيد دابا، انا واحد اليد كنهضر صور به واحد اليد كان هادي باش ما قدرتش نفسقهم على بعضهم. المهم هادو هنا جوج. المهم صافي هذا هو الشكل النهائي للورقه ديالي، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنساونيش من الاشتراك في القناه وضغط على زر الاعجاب وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. وشكرا، السلام عليكم. وبالنسبه اللي بغى الرابط ديال البريوات نخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. وصافي هذه هي الورقه ديالي، انا كنحاول نوز معكم وحده وحده. او هذه قطعتها كاين واخا ماشي مشكل. وصافي هذه هي الورقه ديالي. يلا السلام عليكم.